فيه سيرك يتعمل في مدينة أوديسا الأمريكية، وأي سيرك لا يخلو من المهرجين الطيبين، والمهرجين بيستعدوا بالمكياج بتاعهم لعرض الليلة، ولكن فجأة فيه مهرجين مجانين سفاحين هجموا على المهرجين الطيبين وهياخدوا مكانهم في العرض في المدينة، ومحدش هياخد باله خالص لأنهم هيستخدموا نفس المكياج بتاع المهرجين الطيبين أصلا، وهم أربع مهرجين مجانين لا يعرفوا طعم الرحمة وبيستخدموا كروت مكسيكية غريبة زي الكوتشينة عشان يصطادوا البشر على أساس الصفات اللي موجودة في الحاجات المرسومة على الكروت. والمهرجين الأربعة دول يا صديقي هم القائد بابا، والمهرج نود الآكل لحوم البشر، والمهرج بوه، والمهرج القصير جامبو. عندهم عرض في الصحراء في مدينة أوديسا في موسم السيرك هناك، وفي أحد البيوت موجودة عيلة طيبة ومحبوبة مكونة من الأب واسمه دون، والأم كمان واسمها تيفاني، والبنتين. ودون حياته بائسة بسبب شغله المستمر وزهق من الروتين، ولكن اللي مصبره على كل ده هم بناته ومراته المخلصة والوفية، وبيحاول يمثل انه سعيد وهو لا يعلم ماذا يخبئ له القدر. وفي احد المطاعم في المدينة الناس كلها متحمسة لعرض السيرك اللي هيبدأ الليلة، وبيظهر الشرطي المحبوب والمحترم توماس، بيحب الناس والناس بتحبه، وخوفه من لما كان صغير هو المهرجين، فعشان كده هو مستحيل يحضر عرض السيرك الليلة. ومراد دون تيفاني بتفكره ما ينساش انه بعد ما يرجع من الشغل انه لازم يستعد انه هياخدهم النهاردة لعرض السيرك بالليل، ورغم انه ما بيحبش السيرك ولا المهرجين ولكنه مضطر يعمل كده عشان سعادة عيلته، وده يوم مميز كلهم هيخرجوا فيه مع بعض كعيلة واحدة. وفي الصحراء الكل بيستعد لتنظيم السيرك، وفيه اتنين من العمال لقوا كارت وقع من قائد المهرجين بابا وعليه رسمة الشيطان، وفيه عامل منهم مكسيكي، ويقول ان معنى البطاقة دي ان الموت والضحك هينتشر، واللي مش هيسمع الكلام الشيطان هيقضي عليه، ويطمن صديقه لما لقاه خاف ويقول له ان اسطورة الكروت المكسيكية دي مش حقيقية ومحدش مؤمن بيها. والمهرج بابا بيفتح الغرفة اللي فيها الضحايا اللي خطفهم وخد منهم براندون عشان هيستخدمه في العرض بتاعه الليلة، وبراندون هو راجل خاين، والمهرج دبس على راسه كارت الخيانة وقطعوا ايده وركبوا له واحدة صناعية مكانها ودبسوا فمه برضه عشان ما يصرخش في العرض. وعيلة دون كلهم هيحضروا لعرض السيرك من اوله، ووصلوا بدري كمان، وكلهم فرحانين ومستمتعين بجد ما عدا دون، هو بيمثل انه مستمتع، ومرات بتحاول ترفه عنه وتطلب منه يحاول يستمتع هنا في المكان، وهو يوعدها انه هيحاول وما عندهوش حل تاني. وكلهم دخلوا للسيرك والعرض هيبدأ، والسيرك كلاسيكي وممتع، والمهرج بابا عينه شافت عيلة دون السعيدة، وبما انه شرير ومجنون فهو بيفكر دلوقتي انه ازاي يدمر العيلة دي، وعجبته جدا مرات دون تيفاني، وبيفكر يخليها اول ضحية، ودون ولا حاسس بحاجة خالص. وبابا المهرج مع جماعته المهرجين بدأوا عرضهم، والجماهير بتشجعهم وعملوا نفسهم هيختاروا واحد من الجمهور لإشراكه في العرض معاهم، وطبعا هم خدوا براندون اللي هم مختارينه قبل كده، وهيضربوه وهيعذبوه وهيكهربوه، وطبعا الناس فاكرة ان كل ده تمثيل، وبراندون مش هيعرف يصرخ كمان بسبب فمه اللي المهرجين دبسوه. وقبل نهاية العرض فيه جايزة هتتوزع على احد الجماهير، وطبعا الجايزة المهرج بابا هيديها للشخص اللي هو عايزه، وهو دون سيء الحظ وكسب معهم صندوق فيه دقيق وزيت لو حب يطبخ، ودون مستغرب من الهدية الغريبة، والمهرج بابا جايبه لسبب آخر، وعشان المهرج القائد يسلم دون الهدية هياخد منه بيانات عنه زي عنوان بيته مثلا عشان يبعت له تذاكر مجانية لعروضهم الجاية خارج المدينة، ودون زي المغفل اداله العنوان. والسفاحين المهرجين عندهم مهمة جديدة. وبالليل على احد الطرق في المدينة موجود فرانك بعربيته الجميلة والغالية، وهو بيتخانق مع مراته على التليفون، وفجأة لقى السفاح المهرج بو معاه ووقفوا على جنب عشان باقي المهرجين يحضروا هم كمان. هم مش هيسرقوا العربية وبس، هم هيخلوا المهرج نودل ياكل فرانك لانه لازم ياكل لحوم بشرية كل يوم. وتاني يوم الصبح خرجت البنتين من بيت دون عشان هيروحوا المدرسة، وابوهم دون في الشغل، ولما مشيوا بتكون عربية فرانك اللي
فضلت تاكل بالليل مراقبة البيت وفيها المهرج بو، والمفاجأة ان مرات دون المخلصة الوفية للأسف بتخونه ومستغلة ان البيت فاضي عليها، وبتخون دون مع شرطي توماس المحترم في وسط الناس. والمهرج بابا مراقبهم وكان فاكر ان مرات دون بريئة، وكده حس بالغضب وكسر الازاز والمهرجين اقتحموا البيت، والمهرج نودي اللي قتل الشرطي توماس وشرب شوية من دمه. ولما حاولت مرات دون تهرب لقت بو قدامها، وبابا يقول لها انه صديق جوزها دون، ولما رجعت بناتها للبيت بيلاقوا المهرجين مستنيينهم مع امهم اللي خلاص قتلوها، وبرضو قال لهم بابا انه صديق ابوهم دون وصديقه المقرب كمان، وهيخطفهم وهيوديهم معها رحلة ممتعة جدا وكلها حلويات وسعادة، والمهرجين كلهم فرحانين بنجاح خطتهم في تدمير عيلة دون. ولما رجع دون للبيت يتصدم لما يلاقي مراته مقتولة، وطبعا لازم يجري بسرعة يدور على بناته، ولما راح لغرفتهم ما لقاهمش. والمهرجين حصروه في كل مكان وقبضوا عليه واغمى عليه، والاخبار طبعا بسرعة نقلت الحادثة المرعبة اللي لقوا فيها جثة الام بدون راس، ولقوا كمان دون وبناته مش موجودين، واكيد السفاح اللي عمل كده خطفهم، وكمان لقوا الشرطي توماس مقتول وكمان مسدسه مسروق، والشرطة بتعتقد ان فيه سفاح مرعب هو اللي عمل كده. والمحقق حاول يرن على تليفون الام من تليفون دون اللي لقوه، وهم فعلا لقوا التليفون ولقوه محطوط مكان كان راس جثة تيفاني اللي سفاحين المهرجين قطعوها. ودون موجود في مذبح السفاحين المهرجين وشايف حواليه الاجزاء البشريه اللي المهرجين خدوها من اجسام البشر كذكرى، دول كمان عاملينها كديكور بيزينوا بيه المذبح بتاعهم. والمهرج نودل بياكل لحمه راس مرات دون، ودون بعد ما كانت حياته بائسه دلوقتي بقت ابأس بكتير جدا، وخدوه ولبسوه كمهرج وعملوا له مكياج كمان زي المهرجين. ويقول بابا لدون ان مراته تيفاني كانت بتخونه اصلا مع الشرطي توماس، والمفروض دون ما يزعلش عليه، المفروض انه يشكره انه انتقم ليه منها وهو بيشتغل طول اليوم وهي بتخونه كل يوم. والسيرك مستمر وفيه مهرج خامس هو اللي بيعمل العرض مكان الاربعة الباقيين، والناس مستمتعين بالعرض ومش عارفين الحقيقة. والاعلام بيقول ان الشرطة مش لاقية دون ولا بناته لحد دلوقتي، وشكهم ان دون الاب هو اللي قتل مراته وخطف بناته، والشرطة لو لقيته اكيد هتلاقي بناته، والمدينة كلها مرعوبة من القضية دي. والمهرج بابا بيقترح على دون حل وحيد لو عايز يحرر نفسه ويتجمع مع بناته من تاني، ويوريه فيديو لبناته وهم محبوسين والمهرج جنبه بيلعب معاهم على طريقته، والحل ان دون يعمل كل حاجة المهرج بابا يؤمره بيها. ودون مش واثق في بابا بس ما عندوش حل تاني ولازم ينقذ بناته، وخدوه معاهم لرحلة صيد البشر الليلة، ووقفوا عند بنزينة ومستهدفين الماركت اللي فيها، ولكن الاول لازم يستنوا لما يفضى من الناس عشان محدش يكتشف حقيقتهم. والمهرج بابا محضر كروت كتيرة على حسب عدد الضحايا اللي هيقتلهم الليلة، والناس بيشوفوه مستغربين منه، ولكن الاطفال كالعادة بيحبوا المهرجين وبيسلموا عليهم. ولما الماركت فضي دخلوه، وروز الموظفة مستغربة من الاربع مهرجين دول، والمفروض السيرك في الصحراء مش في المدينة هنا، ولكن روز اعجبت بالمهرج بابا وبو سايبهم وبيلعب وملهوش دور في الماركت. ونودل بيجرب اكل البشر العادي وطعمه مش بطل بالنسبة له، بس برضه مش بيشبعه زي اللحوم البشرية. المهرج بابا عرف اسم روز منها وطلع كارت فيه رسمة الوردة كمعنى لاسمها، والكروت دائما جاهزة وكل ده وهي بتتكلم معاه ومش واخدة بالها من اللي هيحصل فيها. وبيدخل بول الماركت عشان يشتري مشروباته ومستغرب من المهرجين، ولقى العامل ألفريد مستخبي وبيقوله المهرجين هيقتلونه، ولكن بول ما صدقهوش. ونودل هجم على بول وقتله، وهيحلل اكل كمان اللي كله بشوية دم، وبوه مش مهتم وبيلعب، ودون كل ده هم رابطينه. وخرج ألفريد من مخبأه بالسلاح عشان يقتل المهرجين، ولكنه للأسف معرفش يصوب عليهم صح، وظهر المهرج جنبه وايده اللي فيها لعبة هي مسدس اصلا وهو مخبيه، وهجم على ألفريد وقتله. وطبعا الجرائم اللي عملوها هنا لازم محدش يعرف عنها حاجة، فراح جنبه لشريط تسجيل الكاميرا وسرق،
حرقه، ونود المستمتع بالاكل لسه، وبوه مستمتع باللعب كمان. ودلوقتي جه وقت دون عشان ده هيبقى اول اختبار ليه، وبابا يؤمره انه يمسك المسدس بتاع الشرطي توماس اللي قتلوه في الاول ويقتل الموظفة روز، ولو خالف الامر ده مش هيشوف بناته تاني. وهو وعده انه هيعمل كل حاجة يؤمره بيها، واضطر دون يمسك السلاح وبابا ساعده في قتل روز. والمهرجين خلصوا مهمتهم في الماركت ومشيوا، وهيصطادوا البشر في الشوارع دلوقتي بطريقة عشوائية، وكله على حسب الكروت اللي معاهم، وبيجروا ورا البنات وبيقتلوا منهم شوية وبيخطفوا منهم شوية. والشوارع امتلأت بالجثث، واصبح لهم اكتر من 13 ضحية لحد دلوقتي. والشرطة والمحقق مش عارفين يقبضوا على السفاح، ولما وصلوا للماركت لقوا الجثث، ولقوا كمان مسدس الشرطي توماس، وده لان عليه بصمات دون لما قتل روز. فبابا المهرج سابه في الماركت عشان الشرطة تثبت ان اللي بيعمل كل جرائم القتل دي هو دون، لان بصماته على السلاح. وكده المهرجين في امان، ومحدش هيكتشف حقيقتهم خالص انهم سفاحين مجانين. والمهرجين دخلوا للبنوك كمان، وبابا بيجبر دون انه يقتل في الموظفين وصاحب البنك نفسه. وهما بيعملوا اللي بيعملوه ده، الاعلام ساعتها بيطلب من الناس لو شافوا دون يبلغوا الشرطة فورا، لانه متهم بقتل الناس ومراته تيفاني كمان والشرطي توماس، ومتهمينه كمان بخطف بناته. والمهرجين عمالين بيقتلوا في البشر وهم على الطريق، ولكن فجأة وقفتهم عربية شرطة، والشرطي شاكك فيهم، خصوصا لان ابوه اداله رخص العربية وهي فيها صورة فرانك صاحبها اللي قتلوه في الاول، وطلب منهم كلهم ينزلوا من العربية، بس ما خدش باله من المهرج القصير جامبو اللي تسلل لعربية الشرطة وخد سلاح الشرطي الكبير مكان سلاح جامبو الصغير وقتل الشرطي. ومش بس كده، ده في عربية شباب ماشي على الطريق داست على الشرطي، ونزل الشباب من العربية وهم مرعوبين، ولكن المهرج بابا هيطمنهم ان كله تحت السيطرة ومش هيسيب حد شاهد على الجرائم دي خالص. وامر بوه انه يروح يحاصرهم كلهم واستخدم مسدسه وقتلهم كلهم. والشباب دول اعتقدوا ان المهرجين ابرياء، بس الشباب دول هما اللي طلعوا طيبين قوي، وفيه اتنين من الشباب هربوا. وصفر بابا بالصفارة للمهرج الخامس صاحب المنشار، وجري ورا الشباب وقتل واحد، والبنت التانية هربت. ومهرج المنشار بيحضر لما بابا بيصفر، ومهرج المنشار لا يعرف الرحمة، كل اللي بيعرف يعمله هو انه يستخدم المنشار ويقتل الناس، وبرضه بيعرف يعمل شوية عروض في السيرك. وبوه لقى ان فيه في مسدسه شوية طلقات زيادة، فأي حد يلاقيه في الشارع قدامه يقتله، والمجزرة اللي عملوها في الشارع خلصت خلاص، وكده هم لازم ينظفوا مكانهم ويمسحوا كل الاثار. وجنبه نودل وبوه هيعملوا كده، اما بابا ودون هيطمنوا على مهرج المنشار وهيقضوا وقت مع بعض. وبابا قبض على البنت اللي هربت من سفاح المنشار، ولكن دون زهق من جنون بابا، وهو مشغول بالبنت راح عليه وضربه وخد منه مسدسه، وباخر رصاصه ضرب السفاح المهرج القائد بابا بالنار وقتله. ويقول للبنت انهم هيكلموا الشرطه، بس الاول لازم يعرف مكان بناته مخطوفين فين، ولكن بابا لسه حي وصفر، ومهرج المنشار ظهر وقتل البنت. والليلة المرعبة والمذابح خلصت مؤقتا، وبابا خد دون للسيرك في الصحراء من تاني، ويقول له ان مهمته خلصت خلاص، وهو استمتع معاه جدا، وهيعمل اخر عرض الليلة هنا، وكمان ده اخر يوم لبناته، لانه وراه الفيديو اللي المهرجين قتلوهم فيه عشان يحصلوا امهم تيفاني. وبابا وعد دون انه لو سمع الكلام هيتجمع بيهم صحيح، ولكنه ما كملش الكلام انه هيتجمع بيهم في الموت في العالم الاخر. والناس مستمتعين كالعادة ده، وعمالين بيشجعوا المهرجين المجانين، وهم مش عارفين حقيقتهم المرعبة. والمهرجين مستمتعين باستقبال وتشجيع الجماهير ليهم، وهيستخدموا دون مكان براندون وهيعذبوا فيه ويكهربوه كمان، وده اخر عرض ليه معاهم. وسابوا دون في عربية لوحده على الطريق ومعاه مسدس في ايده، وبلغوا الشرطة اللي بتدور عليه وقالوا لهم مكانه. وصحي دون من الاغماء ولقى كارت البناته اللي اتقتله وكارت للسفاح، والسفاح ده معناها انه دون، لان كل الجرائم اللي المهرجين عملوها دلوقتي بقى دون المتهم بيها، والشرطة حصرته من كل مكان، ودون خلاص حياته اتدمرت بالكامل وخسر كل عيلته كمان. والمهرجين من رحمتهم بيه سابوله مسدس عشان يخلص على نفسه، ومعه في عربيته جثث بناته عشان الشرطة تتأكد 100% ان دون هو السفاح. والمهرجين المجانين معهم كروت كتيرة جدا لعدد البشر الكبير اللي هم قتلوهم، وهيتنقلوا من مكان لمكان
المكان وهيعملوا عروض السيرك بتاعتهم، وفي نفس الوقت هيصطادوا البشر بالليل. والمهرجين الخمسة بقيادة المهرج المجنون بابا غير قابلين للإيقاف، وبابا قرر انه يقضي على براندون وكفاية عليه تعذيب لحد كده. وبراندون الخاين هم مش هيقتلوه بنفسهم، هم ضموا ليهم مهرج سادس مسميينه مهرج الدمية، ونهايته لن تكون رحيمة. وسفاح الدمية بالمطرقة هجم عليه وقتله. والمهرجين السفاحين المجانين على مدار الوقت عددهم بيزيد. بس كده يا شباب، دي قصة المهرج السفاح بابا وجماعته السفاحين المجانين، ودي كمان نهاية الملخص. ولمزيد من افلام السفاحين والسفاحين المهرجين هسيب لك رابط ليهم في الوصف تحت الفيديو.